اهلا بحضرات مشاهدينا وحلقه جديده من همزه وصل. قبل ما ابدا مع حضراتكم خلونا نتكلم عن الشائعه اللي انتشرت في الفتره الاخيره. كلنا عارفين ان موضوع التعليم من الامور اللي بتهم كل البيوت تقريبا او معظم البيوت في مصر، فاي شائعه بتخص هذا الامر بتنتشر بسرعه كبيره جدا وكمان بتحدث بلبله بشكل كبير جدا عند اولياء الامور. ويمكن عارفين ان موضوع فيروس كورونا فرض نوع من او في الفتره الاخيره فرض نوع من التعليم، وهو التعليم عن بعد اللي كل المدارس اتبعته بسبب اغلاق المدارس. طبعا هذه التجربه كان ليها يعني ردود افعال كتيره جدا، في اللي استحسن هذه التجربه وفي طبعا اللي بتسبب له مشاكل او شايفها انها غير موفقه مع ابنائي، وبالتالي اي شائعه بتخص هذا الامر بتنتشر بشكل كبير. وبالفعل انتشرت شائعه في الايام السابقه تتعلق بان الحكومه بتقرر انها تطبيق نظام التعليم عن بعد على كافه مراحل التعليم قبل الجميع بدايه من العام الدراسي الجديد، في حين ان وزير طبعا التربيه والتعليم في عدد كبير من التصريحات تحدث عن انه حتى اللحظه لا يوجد اي نظام محدد تم تحديده. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تناول هذه الشائعه وتعامل معها، وبالفعل يعني تواصل مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني واللي نفت تلك الانباء، مؤكده انه لا صحه لتطبيق نظام التعليم عن بعد لكافه مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايه من العام الدراسي الجديد، واضحه ان حضور الطلاب للمدارس بكافه المراحل التعليميه يعد شرطا اساسيا خلال العام الدراسي المقبل وبشكل يتناسب مع الفئات العمريه المختلفه للطلاب، مع مراعاه طبعا التباعد لمنع انتشار العدوى. خلونا نعرف اكتر عن خطه وزاره التربيه والتعليم في التعامل مع فكره التعليم وعوده التعليم لطبيعته مره ثانيه مع الدكتور محمد فتح الله استاذ القياسات والقياس والجوده والخبير التربوي. دكتور محمد تحياتي ليك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. يعني طبعا الاسر كلها في انتظار قرار وزاره التربيه والتعليم المتعلق بشكل التعليم او خطه التعليم في العام الدراسي القادم في ظل طبعا انتشار فيروس كورونا او وجود فيروس كورونا حتى الان. حضرتك شايف الخطه اللي تنتوي وزاره التربيه والتعليم تطبيقها في العام الدراسي الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، ويعني كل الامان الطيبه لابنائنا في الثانويه العامه في الماراثون ده ان شاء الله يكون برده وسلام عليهم باذن الله وتكون النتيجه موفقه باذن الله. بالنسبه لما حضرتك اللي طرحتيه، حتى على مستوى العالم مش ممكن يكون التعليم عن بعد هو بديل كامل للتعليم الحقيقي والتعليم المواجهه يعني، لكن ممكن يكون فيه نوع من انواع ادخال لبعض امور التحسين او اضافات لاستخدامات التكنولوجي في عمليه التعليم، لكن اعتقد ان الوزاره مهتمه الان في الفتره دي في اعداد شكل للعام الدراسي المقبل ان شاء الله وكيفيه الحضور مع ضمان الاحتياط الكامل لصحة أبنائنا الطلاب. أعتقد أن لن يكون هناك تعليم عن بعد كاملا حتى على مستوى العالم كله مش في مصر بس، لن يكون التعليم عن بعد إلا وسيلة من ضمن الوسائل اللي بتسهم في عملية إكساب المتعلمين المستهدف من عملية التعليم والتعلم نفسها. يعني اذا حضرتك بتقول ان يعني حتى لو الحكومه او الدوله او وزاره التربيه والتعليم اتجهت للتعليم عن بعد فهو هيكون كوسيله مساعده لبعض الايام ولكن ليس لكل الايام كما جاء في عدد من التصريحات لسيد وزير التربيه والتعليم. نعم يا فندم، نعم يكون ولكن ليس هو الهدف يعني. نعم نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد فتح الله استاذ القياس والجوده والخبير التربوي، شكرا جزيلا لحضرتك. وزي ما قلت لحضراتكم كان هناك عدد كبير من التصريحات لسيد وزير التربيه والتعليم في هذا الشان، ويمكن هناك تصور او تخيل للخطه الجديده للعام الدراسي الجديد، ولكن كما جاء على لسان السيد الوزير انه حتى اللحظه لم تكن هناك خطه نهائيه لكيفيه بدء العام الدراسي الجديد، سواء هيكون ما بين الحضور التلاميذ ولا التعليم عن بعد والايام هتكون ايه. هو ربما تحدث عن الاعمار اللي لابد فيها من الطلاب ان هم لازم ان هم يروحوا المدارس بالفعل لانه مش هينفع معاهم التعليم عن بعد، وربما هي دراسات كلها وتجارب او حاجات
يعني او قرارات في اطار الدراسات حتى اللحظه. طيب ده كان الشائعه اللي انتشرت في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا، او زي ما قلت لحضراتكم بتهم اسر كبيره جدا فبتحدث بلبله بشكل كبير. هنروح لموضوع الحلقه الاساسي. يعني مع يعني او اللي بيتعامل او بيقرا كتير في انتشار الامراض هيعرف ان فيروس سي بيصيب حوالي 185 مليون حول العالم، 350 ألف منهم بيموتوا برضه حول العالم كل عام بسبب هذا الفيروس. صعوبة أو خطورة هذا الفيروس إن هو ممكن يكون الشخص عنده الفيروس ولكن ما عندوش أعراض أو ما بيعرفش، فبالتالي الموضوع بيتطور معاه بشكل كبير جدا، ومصر من أولى الدول اللي قررت إنها تواجه هذا المرض. كلنا متابعين حركة أو المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة اللي انطلقت في أكتوبر 2018، واللي حسب ما وصفت من مدير منظمة الصحة العالمية إنها أكبر مسح في تاريخ الإنسانية، تناول حوالي 60 مليون مصري أو 60 مليون على أرض مصر، سواء من المصريين نفسهم أو من المقيمين على أرض مصر بشكل مجاني تماما، واللي بسببها فعلا تم الكشف عن أو على وجود فيروس سي عند كثير من المصريين اللي تم علاجهم بشكل كامل. في يوم 28/6 الماضي كان الاحتفال اليوم العالمي لمنظمة الصحة العالمية بيوم فيروس سي أو التهاب الكبد الوبائي، واللي فيها كان في كلام مهم جدا عن مصر على لسان مدير منظمة الصحة العالمية اللي أكد أن مصر استطاعت أنها تخلو تماما من فيروس سي أو تقترب تماما من الانتهاء من فيروس سي على أرضها، ودي طبعا إنجاز مش كتير من الدول قدرت أنها تقدر توصل له. وكان في إشادة كبيرة جدا بمبادرة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن تجربة مصر الناجحة في القضاء على فيروس سي في هذه الفترة من خلال الإجابة على سؤال حلقة اليوم: كيف ترى إشادات منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية في القضاء على فيروس سي؟ هننتظر بالطبع مشاركاتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة على صفحتنا على الفيسبوك على همزة وصل إيجي. قبل ما أبدأ مع حضراتكم ونلقي المزيد من الضوء على هذه التجربة الناجحة، خلونا نسمع المقتطف الصوتي لمدير منظمة الصحة العالمية التي أشاد فيها بدور مصر وقدرتها على القضاء على فيروس سي، ونرجع مع حضراتكم. Africa is home to a large hepatitis burden, but it's also home to some of the best examples of responding to hepatitis. Last year, I had the honor of visiting Egypt, where I met His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. Egypt has tested more than 60 million people, regardless of whether they are citizens or refugees, linking those who test positive to treatment free of charge. The campaign of his presidency called Meet Million Saha. Importantly, Egypt is not pursuing hepatitis elimination in isolation, but is linking it to other efforts to eliminate cervical cancer, screen for non-communicable diseases, and make progress towards universal health coverage. Egypt has also expanded its support to other African countries with the aim of advocating for and supporting hepatitis elimination in 9 African countries. في الحقيقة ما جاء على لسان مدير منظمة الصحة العالمية كلام هام جدا عن دور مصر، مش فقط انها تعاملت على مع المصريين فقط او هذه المبادرة اقتصرت على المصريين فقط، ولكن كما قال ان المصريين موجودين على ارض مصر، وكمان يعني حسب المصطلح اللي استخدمه اللاجئين، ولكن طبعا هو يقصد بيها ان مصر تعاملت حتى مع المصريين او مع غير المصريين المقيمين على ارضها، وكمان تحدث عن وصول مصر او ان مصر نقلت هذه التجربة لتسع دول افريقية، وده دور مهم جدا يدل على حرص مصر على أنها تكون رائدة طبعا في القارة الإفريقية، وأنها تنقل هذه التجربة للقارة الإفريقية زي ما قال أنها نقلتها كمان أو انتقلت لتسع دول إفريقية تانية، وده طبعا شفناه خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
خلونا نلقي المزيد من الضوء عن هذه المبادرة، الفوائد اللي عادت على مصر من تطبيقها، ايه هو اصلا فيروس سي، وكمان المواطن ازاي ممكن بيتعامل معاه. معانا للحوار الدكتورة منال حمدي السيد، استاذ طب الاطفال بجامعة عين شمس وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. دكتورة منال تحياتي ليكي. تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني بداية عايزين نعرف من حضرتك كأرقام، مصر كان فيها قد ايه مصابي، او اكتشفنا قد ايه ان فيها مصابي فيروس سي في من خلال حملة 100 مليون صحة؟ الحقيقة حضرتك يمكن مصر كانت من الدول المعروفة ان فيها اعلى نسب اصابة على مستوى العالم على مدى عقود، وكان في مسح قومي تم عمله في عام 2008 وأثبت أنه حوالي 10% مصابين ويحتاجوا إلى العلاج، ولكن في 2015 بعد بداية بناء برنامج قومي من قبل اللجنة القومية ووزارة الصحة في عام 2006 الأعداد قلت، وكمان قلت لأنه بعض المجاميع اللي هي كانت منها كتير واللي كانت فيها نسب إصابة أعلى أصبحت خارج المسح في 2015، وأصبحنا نعلم أن عندنا حوالي 7%. وعند دخول العقاقير الجديدة في 2014 بدأ في التسجيل للعلاج عدد كبير من المرضى، وتم حتى 2017 إعطاء العلاج لما يقرب من 2 مليون مريض كانوا يعدموا بإصابتهم، وده كان قبل المسح الكبير القومي أو حملة 100 مليون صحة اللي هي المبادرة الأساسية في 2018. تم تشخيص من هذه المبادرة، أولا تم عمل مسح لحوالي 50 مليون مواطن من البالغين و9 مليون من الأطفال، وتم تشخيص حوالي 2.2 مليون بأجسام مضادة لفيروس سي، ومنهم 1.6 مليون يحتاجوا إلى العلاج. تمام. وبدأ هؤلاء في العلاج بالعقاقير اللي متوفرة في مصر بواحد على الألف من سعرها الدولي، اللي هي العقاقير المنتجة في مصر. نعم. طب هستنى تبقي معي دكتوره منال، وانضم لينا دكتور محمد عز العرب وهو مؤسس وحده اورام الكبد بالمعهد القومي للكبد. دكتور محمد تحياتي ليك. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني طبعا الفيروس سي من الفيروسات اللي ربما ممكن يكون الانسان مصاب بيها ولكن ليس لديه علم ان هو مصاب بيها، او اعراضها مش معروفه اكتر، وكمان هو معدي في نفس التوقيت. ازاي استطاعت مصر من خلال حمله 100 مليون صحه الوصول لهذا المستوى ان احنا اقتربنا على الاعلان خلو مصر من فيروس سي؟ يا استاذ حضرتك، هو مرحله نجاح حقيقيه إن إحنا قمنا بأكبر حملة في التاريخ خلال 7 شهور بس، قمنا بتخطيط 60 مليون شخص، وفعلا كان إنجاز ضخم ويحصل فعلا كتجربة مصرية رائدة ويوخذ دعم مستوى العالم. إحنا لغاية 2017 من خلال أكثر من 100 مركز علاج للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تم علاج جميع المرضى بالنسبة لهذه المراكز العلاجية. وزي ما حضرتك فضلتي ان فيروس سي مشكلته ان ممكن الواحد يكون مريض بالفيروس ولكن لا تظهر عليه اعراض. فكان التحدي الاكبر ان حضرتك تستشفي هؤلاء المرضى، ومن هنا كانت فلسفة حملة 100 مليون صحة في تركيز وإرادة سياسية واضحة وتكاتف جميع الوزارات مع المجتمع المدني. كانت ملحمة تاريخية فعلا نجحنا فيها الحمد لله. نعم. طيب انا عايز اعرف حضرتك الاستعدادات الدوله للقضاء على هذا الفيروس، هل التعامل معاه والقضاء عليه امر سهل ولا مكلف على الدوله، ولا يعني بيتم خاصه ان مصر تعاملت مع القضاء على هذا الفيروس مجانا لكل المواطنين اللي بيتم كشف ان هو عنده الفيروس سي كان بياخد العلاج مجاني تماما؟ وكانت الدكتوره منال تتحدث عن ان هناك تطور كبير في علاجات فيروس سي. طبعا هي في نقطه هامه جدا. انا بس هسامحك لو تعلي الصوت شويه، هو في زن، فمعلش يعني في مشكله في التواصل.
هو فعلا في مشكله في الصوت، فيعني عشان صوت حضرتك يبقى واضح. طيب حضرتك معايا كده؟ اتفضلي يا فندم. طبعا اهم حاجه بالنسبه لموضوع فيروس سي ان حضرتك تكتشفيه ولا علاج؟ فالاكتشاف تم عن طريق توفير الكواكب السريعه الدقيقه بتوصيه معتمده في هذه الكواكب. حضرتك ممكن توفري 60 مليون كوكب، ده عمل مجتهد. الو؟ اي يا فندم اتفضل. ده عمل مثال. ثاني حاجة إن حضرتك عن طريق 5000 مركز تستقبلي فيه المواطنين الأجانب، 5000 مركز ب 100,000 شخص كانوا العاملين في هذه المراكز لاستقبال الناس اللي هم 60 مليون. ومن ثم ألو؟ أيوة يا فندم مع حضرتك اتفضل. لا كده أحسن. ومن ثم ان حضرتك عن طريق هذه المراكز 5000 مركز ب 100,000 عضو طقم طبي، حضرتك تم تشخيص المرضى واحنا الاحصائيات اكتشاف الاجسام المضاده كانت حوالي 2 مليون و 200,000 مريض من ال 60 مليون شخص الذين تم فحصهم. من الرقم ده اللي كان عنده الفيروس كان بالبي سي ار كان 1,540,000 شخص، تم علاج معظمهم الحمد لله في خلال هذه الحمله النجاحيه. هو عمل كبير جدا ان انت توفري الكواكب، ان انت تعملي الاجراءات اللوجستيه للتواصل مع الناس وتوصيل الاجهزه التشخيص وتوصيل العلاج بالمجان لكل هذه الارقام. طبعا هو انجاز فعلا ضخم ويحسن. صحيح. حسنا تبقى معايا دكتور محمد ونرجع مره ثانيه للدكتوره منال. دكتوره منال، يعني حضرتك تحدثتي عن كمان الاطفال، ان الاطفال كانت من ضمن هذه الحمله، والكشف المبكر لفيروس سي عند الاطفال اكيد ليه اهميه خاصه على صحتهم فيما بعد. دكتوره منال. طيب فقدنا اتصال بالدكتوره منال، نرجع مره ثانيه للدكتور محمد. دكتور محمد، ايضا الاطفال كان ليهم اهتمام او كان هناك اهتمام كبير جدا جدا بالاطفال خلال هذه الحمله اللي طبعا تم الكشف حسب كلام دكتوره منال، يعني بنتكلم في 1,600,000 كان من الاطفال تم الكشف عليهم ووجود فيروس سي لديهم، طبعا بدون ما يعلموا اهميه الكشف المبكر عن فيروس سي خاصه عند الاطفال. بص حضرتك، هو الحمله يعني مبدئيا بدات بالعمر فوق 18 سنه، ومن خلال قاعده البيانات الموجوده في الهيئه الوطنيه للانتخابات، وتم ادخال طلاب المرحله الثانويه ثم المرحله الاعداديه في هذه الحمله الناجحه. وكان الحمد لله نسب الاصابه قليله جدا، بالنسبه ل يعني بين 0.2 من عشره و 0.3 من عشره في الميه بالنسبه لهؤلاء المجموعه العمريه يعني اللي هم فوق 12 سنه، واخد حضرتك؟ تمام. وعن طريق التعاون طبعا مع وزاره التربيه والتعليم، وكان طبعا بشكل منظم جدا وبشكل محاور يا زي حضرتك يعني تعلمي، تم تقسيم كل جمهوريه الى 3 مراحل ل 27 محافظه، وفعلا تم هذا الانجاز بطريقه منظمه وبطريقه احصائيه جيده جدا جدا، وتم تغطيه المكتشف اصابتهم بالعلاج فورا. تمام. طيب يعني حضرتك شايف ان مدى تجاوب المواطنين بقى مع هذه المبادره، موضوع جديد عليهم، موضوع ان هو يتم الكشف عنهم او عليهم بهذا المسح الكبير، وكمان ينتقل للاطفال زي ما حضرتك ذكرت يعني اعدادي وثانوي والمرحله الجامعيه، كيف استجاب وتعامل المواطنين مع هذه المبادره؟ عايز اقول لحضرتك يعني هي كانت ملحمه نجاح، وملحمه نجاح حضراتكم كاعلام شاركتم بيها بشكل ممتاز من خلال الحملات التوعويه بالنسبة لأهمية المشاركة، وفعلا كانت الجميع يعني شوف حضرتك سواء صغار السن أو كبار السن،
كان الكل حريص على الذهاب. والفكرة ان انت وفرتي الشيء الجميل في الحملة، ان انت وفرتي امكانيات ان انت تروح للفئات اللي هي الغير مستطيع، حضرتك العربيات المتنقلة، استخدمتي نزل شباب، نوادي شباب، استخدمتي مساجد وكنائس، استخدمتي ان انت وصلتي للناس في اماكنهم، ومن هنا كان نجاح الحملة. يبقى اذا تخطيط ممتاز جدا، تغطية اعلامية وتوجيه اعلامي بشكل متقن، والحملة دي يعني انا بعتبرها يعني حملة صحية وطنية اجتماعية، حضرتك تقولي فيها كل الكلام الجميل، سخرت لها كل امكانيات الدولة عشان تنجحها، وزي بالمشهد اللي احنا شفناه. نعم بالظبط كده، بالظبط كده، ودي حصل الإشادة الدولية زي ما حضرتك عارف. طب تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، شكرا جزيلا لحضرتك. وانضمت لنا مرة تانية الدكتورة منال حمدي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. دكتورة منال أهلا بك مرة تانية، يعني أهلا بك. يعني عايزين برضو عشان احنا بنعلن، أو مصر اقتربت من إعلان خلوها تماما من فيروس سي، عايزين نعرف أصلا أسباب وجود فيروس سي او الاسباب انتشار فيروس سي، عشان على الاقل التوعيه للمواطنين لتجنب اي عوامل ممكن تتسبب في الاصابه بالفيروس. هو سبب الاصابه الاساسي ان مصر كان فيها اعلى نسب اصابه كانت حقن البلهارسيا اللي كانت بتعطى في الفتره بين الخمسينات والستينات والسبعينات، وكانت الحقن في هذا الوقت اللي هي الحقن اللي بيتم تعقيمها مرة أخرى بالغالي، وبالتالي كان في أعداد كبيرة جدا بيتم علاجها ضد البلهارسيا بحقن الترطير في وقتها، وده اللي تسبب في الأعداد الكبيرة أو الضخمة اللي كانت مصابة بفيروس سي في مصر في هذا الوقت، وحتى بدء العمل في مشروع قومي أو برنامج قومي لمكافحة الفيروسات الكبدية، مش فيروس سي فقط وفيروس سي أيضا. الوقت الحالي او ما استمر بعد هذا كانت بعض العادات الخاطئه بتاعه المشاركه في الادوات الشخصيه سواء في المنزل او اعاده استخدام الحقن مره اخرى، وبعض الاحيان ده بيكون في المنزل ايضا وليس فقط في بعض القطاعات الصحيه اللي ممكن تبقى موجوده في اماكن نائيه او اماكن ما فيهاش امكانيات دفي. يمكن الفتره بتاعه الكورونا هنستفيد منها جدا انه كم الوعي الصحي عن مكافحة العدوى زاد بشكل كبير جدا، وليس فقط على مستوى القطاع الصحي ولكن على مستوى المواطنين أيضا، وأعتقد دي هتبقى فرصة جيدة جدا إن إحنا نمنع حدوث إصابات جديدة في المستقبل. هيتبقى بعض الحالات البسيطة جدا كويس، وده الحالات اللي هي ممكن يكون لم يتم الكشف عنها، ممكن يكون ما ذهبتش لعمل مسح، أو ممكن يكون إصاباتها من الخارج، أو بعض الأطفال اللي سنهم صغير قوي اللي ممكن تكون انتقلت العدوى من أم الحامل للوليد. وإحنا مستمرين على فكرة في حملة الأطفال، إحنا حملة الأطفال وأنا حضرتك أحد المسؤولين عنها، كانت حملة في المدارس المصرية توقفت بسبب الكورونا وحتستمر بعد انتهاء الكورونا، ونسب الإصابة فيهم الحقيقة قليلة جدا الحمد لله بين سن 12 ل 18 سنة، ومستمرين في هذه الحملة بعد هذا، ومعاها حملة توعية كبيرة والإعلام شارك بشكل كبير طيب جدا يعني لتوعية المواطنين. نعم يعني من ضمن المعلومات اللي ظهرت بسبب الكشف عن مرضى فيروس سي ان اغلب الناس ما كانتش عارفة ان عندها هذا الفيروس، فبالتالي ازاي المواطن العادي ممكن يكتشف ان عنده الاعراض ربما هو اهم عرض ممكن يظهر عليه، فبالتالي يعرف ان هو ربما مصاب بفيروس سي، فبالتالي يروح او يلجأ هو للتحليل؟ هو للأسف يا فندم هو أعراضه بسيطة جدا، بتبقى إحساس بالإرهاق أو إحساس بالتعب أو إحساس بعدم استطاعة القيام بأي مجهود، وده بيماثل أمراض كثيرة جدا، وعادة المريض ما بيشتكيش غير في المراحل المتقدمة جدا، وبالتالي يمكن إحنا مستقبلا هيتم التخطيط إلى عمل مسوحات في الأماكن اللي هي الناس فيها أكثر عرضة للإصابة، اللي هم المرضى متكرري نقل الدم، المرضى اللي بيعانوا بيحتاجوا لغسيل كلوي، المرضى ودول هيتم الكشف عليهم دوريا للتأكد من خلوهم، وده بيديني إشارة إلى إن في إصابة حدثت مرة أخرى، أو إنه عدد الإصابات مستقر، أو إن عدد الإصابات قليل، أو ما زلنا في المرحلة بتاعة
الانتهاء من طب حضرتك ذكرتي نقطة مهمة جدا ان الإصابة مرة أخرى، يعني هذا معناه ان ممكن الشخص يصاب أكتر من مرة بفيروس طبعا. يعني يخف ويرجع تاني يصاب؟ طبعا يا فندم، ممكن جدا الشخص يصاب أكثر من مرة. الشخص ممكن بعد الانتهاء العلاج بتاعه لو تعرض مرة أخرى لفيروس سي ممكن يصاب مرة أخرى. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منال حمدي السيد، أستاذ طب الأصابع جامعة عين شمس وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، شكرا جزيلا لحضرتك. وخلونا نروح نشوف بعض من آراء حضراتكم اللي جات لنا على صفحة البرنامج. معنا لي أو علق على صفحة البرنامج أستاذ أحمد سالم، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي أهمية بالغة باعتباره أحد أبرز الملفات التي تخدم المواطن المصري، حيث تدخل الرئيس السيسي شخصيا في هذا الملف لمتابعة المبادرات الصحية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات ليصبح الملف الصحي شاهدا على التطور الكبير الذي طال جميع المجالات الحيوية. ويعد القضاء على فيروس سي من أبرز التحديات الصحية التي واجهت الحكومة المصرية والتي استدعت تدخل الرئيس شخصيا للقضاء عليها، وإشادة منظمة الصحة بهذا الإنجاز هو شهادة تقدير للرئيس السيسي وشهادة للمنظومة الصحية في مصر، حفظ الله مصر والمصريين من كل داء ووباء. الأستاذ هناء محمد، إشادة منظمة الصحة العالمية بحملة 100 مليون صحة الخاصة بفيروس سي هي شهادة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى هذا المشروع منذ بدايات حكمه، وهذه واحدة من إنجازات متعددة للرئيس السيسي، ونتمنى أن يستمر تطوير المنظومة الصحية في مصر، ونرجو أن تكون هناك قواعد بيانات لكل المصريين بكافة القطاعات الصحية بحيث يذهب المواطن إلى منشأة صحية بالبطاقة فقط يستطيع الكشف وصرف العلاج، وده الحاجة إلى قرارات دون الحاجة إلى قرارات أو أوراق أو غيرها. نتمنى تطبيق هذا وحفظ الله مصر قيادة وشعبا. معنا أستاذ أكرم حمودة، الدولة المصرية اشتغلت بكل جهدها في القضاء على فيروس سي وأطلقت حملة 100 مليون صحة لتغطي معظم سكان الوطن، واشتغلت ولا زالت في أزمة كورونا، واستعدت مبكرا لجائحة عالمية واتخذت تدابير حسب الموقف، واشتغلت كل القطاعات في تناغم وتفاعل كثرة من المجتمع المدني ورجال الأعمال في مساندة الدولة حتى تتخطى تلك الجائحة، ولم تتوقف عجلة التنمية عن الدوران، وافتتح سيادة الرئيس الكثير من المشروعات القومية وزار كثير من المواقع. وكانت الرسالة التي وصلت للعالم أن نستطيع أن نعمل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، والحمد لله نحن على بعد خطوات قليلة لنجتاز تلك الجائحة ونطوي صفحتها لمزيد من الانطلاق نحو استكمال بناء مصر الحديثة المتقدمة، جهد لا ينكره إلا حاقد وكاره لهذا البلد. كل الأمانة الطيبة لمصر قيادة وشعبا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم حمودة اللي تطرق بالحقيقة لعدد من النقاط، أن بالفعل حملة مليون صحة كان لها دور كبير جدا في التعامل الصحيح لمصر مع جائحة فيروس كورونا اللي فاجأت العالم كله، واللي لولا وجود أو كنا بدأنا بالفعل في خطوات، أنا بتكلم في الشق الصحي فقط، في خطوات صحية سليمة واستعدادات سليمة، كان ربما النتائج هتكون مختلفة تماما في ظل مفاجأة مصر أو مفاجأة هذا الفيروس لمصر وهذه الإصابات اللي ضربت كل أو أعظم أنظمة الصحية في العالم. خلونا نلقي المزيد أكتر من الضوء مع ضيفي الدكتور أحمد إدريس عضو منتدى الإصلاح الصحي. دكتور أحمد تحياتي ليك. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني بالطبع زي ما كنت لسه بقول إن استعداد مصر أو إصلاحها للمنظومة الصحية من خلال مبادرة 100 مليون صحة واللي شفنا انتشرت في جميع محافظات أو شملت جميع محافظات مصر، يمكن يعني حسب إشادة منظمة الصحة العالمية إنها نجحت بشكل كبير إنها تساعد مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا أو الخروج بأقل الخسائر. أول حاجة طبعا كانت شهادة منظمة الصحة العالمية بدور مصر في اليوم العالمي للقضاء على الفيروسات الكبدية، هو اللي هو كان يوم 28 يوليو بدور مصر، وده أثبت فعلا إن ملف الصحة في مصر أخذ وكان وضع رؤية وإرادة للرئيس عبد الفتاح السيسي. نبدأ ببعض الأرقام ونتحدث طبعا ببعض الأرقام.
تنميه مستدامه بين 20 30 القضاء على الفيروس سي منها مين. اول حاجه التغطيه الصحيه، ثاني حاجه توفير الادويه، ثالث حاجه تقليل عدد الوفيات. فهذه المحاور او ثلاث محاور نجحت مصر باقتضاب في القضاء على الفيروس باول حاجه في التنسق الطبي على اكثر من 60 مليون مواطن، توفير العلاج لعدد كبير جدا من المواطنين والعلاج المجاني. ثالث حاجه طبعا المحور الاهم هو تقليل عدد الوفيات. مصر كانت في فتره من الفترات تعتبر من الدول الاولى في الاصابه بالفيروسات الكبديه. مبادره ال 100 مليون صحه فعلا مصر من نقطه احنا كنا او من قاع احنا كنا موجودين فيه لقمه منحنى النهارده للصحه العالميه، وخلت فعلا ان المواطن المصري واهتمام القياده السياسيه وعلى راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحه المواطن المصري فعلا خلت مصر النهارده والمواطن المصري على راس اولويات القياده السياسيه. نقطه مهمه قوي برضو ودي النقطه لازم نتكلم عنها، نقطه توفير الدواء او ادويه علاج الفيروس سي بمبلغ في بعض المستشفيات بعض الوحدات وفرته بالمجان، وديت احنا تفوقنا على كثير جدا من دول العالم المتقدمه هذا النقطه. بعض المصانع الوطنيه برضه دي احنا لازم نشيد بيها بدات فعلا خطوط انتاج تصنع هذا الدواء وبكفاءه عالميه وكفاءه فعلا اشادت ليها كل دول العالم، وده كان ظهر في تقرير منظمه الصحه العالميه المؤخر. دي نقطة مهمة جدا، يعني من حضرتك ذكرت ان من ضمن الثلاث اهم مراحل للقضاء على فيروس هي توفير العلاج محلي الصنع وتوفيره في مصر بشكل كبير. خليني اتعمق اكتر في هذه النقطة الهامة مع الدكتور جورج عطل عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب. دكتور جورج تحياتي لحضرتك. كرام ومساء الخير للدكتور احمد، وعيد سعيد على مصر دايما ان شاء الله. عيد سعيد على حضرتك وعلى كل المصريين. يعني دكتور احمد تطرق لنقطه هامه جدا ان من ابرز او من اهم ثلاث عوامل لانجاح مصر في القضاء على فيروس سي كان توفير العلاج وتطور التصنيع العلاج في مصر خاصه المتعلق بفيروس سي. عايز اعرف من حضرتك دور توفير الدواء لهذا العدد الكبير من المصابين مش بس كمان لفيروس سي، زي ما شفنا مصر بتعلن عن تطور كبير جدا جدا لمصانعها في حتى التعامل عن او الاعلان عن فكره المشاركه في انتاج اللقاح لفيروس كورونا. طبعا في البدايه عندما انشات مصر هيئه الدواء المصريه هي وضعت اولى خطواتها على صناعه الدواء الحديثه. نعم. طبعا ظهرت تماما قوة مصانع الدواء المصرية في أزمة فيروس سي، وبقينا مثال يحتذى به في العالم كله. ولما قعدنا أكثر من مرة مع شعبة صناعة الأدوية كل أصحاب شركات الدواء قالت إحنا مش عايزين نكسب في السوفالدي أو الأدوية اللي بتستخدم لعلاج فيروس سي، ده واجب وطني وواجب لينا نحو المريض المصري. سعر الدواء نزل من ما يقرب من 3000 جنيه لحوالي 450 جنيه. تمام. طبعا الدولة قامت بدور مهم جدا، وكان في عدد من النقابات والمجتمع المدني قام برضو بدور مساعد في الموضوع ده. وبرضو حضرتك قوة مصانع الدواء المصرية ظهرت تماما في فيروس مشكلة فيروس كورونا الأخيرة، تقريبا ما حسناش في مشكلة الدواء، إن كان بتظهر بعض النواقص لكن في بلدان كبيرة كان عندها مشكلة كبيرة جدا احنا لم نتعرض الى هذه المشكلة. طبعا بداية طبعا هيئة الدواء المصرية هي مهمة جدا لسبب مهم جدا زي ما قال الدكتور احمد، ان الدواء ده جزء مهم جدا للعلاج، في قبله وقاية وفي بعديه منع تكرار العدوى. لكن احنا بنشتغل على الحالة اللي حصل فيها عدوى، خلاص بقى هو مريض بفيروس تي او بأي مرض اخر، فلازم الدواء ده. وبدات الدوله بتطوير شركات قطاع الاعمال، ودي مهمه جدا لان بيبقى هي دي الشركات اللي تقريبا ادويتها بسعر بسيط جدا هي اللي بتغطي كل احتياجات منظومه التامين الصحي الشامل الجديده ومنظومه العلاج على نفقه الدوله السابقه. وطبعا انشاء هيئه الشراء الموحد اللي هي بتقوم بعمل الطلبيات المجمعة علشان المواطن والمريض ما يحسش بأي عجز. طب أنا يعني أقدر أستشف من كلام حضرتك إن هو نوع من أنواع ضبط سوق الأدوية في مصر، إزاي سيسهم هذا الضبط في تحسين مستوى الخدمة أو مستوى الصحي في مصر بشكل عام في إطار مبادرة 100 مليون صحة؟
طيب بص يا فندم، ضبط السوق المصري ده ليه جزئين. الجزء الاول مش اللي انا انزل حملات علشان اشوف الادويه متوفره، لا، الاول اوفرها، لان طول ما الادويه متوفره مش هنلجا للبيع الخلفي او السوق الموازي او السوق السوداء. ما دام الدواء متوفر الناس هتخبيه ليه، او الناس هتجري تخزنه ليه، او الناس هتبيعه بسعر مبالغ فيه ليه؟ يبقى توفير الدواء وتوفير الفكر العلمي للمريض ان الدواء بالمادة الفعالة وليس بالاسم التجاري. اي دواء في مصر ليه 12 مثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة. ما يجيش المريض يقولك اصل انا عايز المنتج الفلاني بس اللي بالشكل ده، لا حضرتك روح للطبيب او الصيدلي اللي هو الخبير في الدواء، هيقولك لا الدواء ده لو مش متوفر بتاع الشركة دي. هو في الحقيقة دكتور عشان نبقى منصفين، هو مش المريض اللي بيصمم على الدواء ده، الطبيب. هو الطبيب احيانا هو اللي بيكون بيوجهه انه لازم هذا الدواء بهذه المادة الفعالة، المريض بينفذ اوامر فقط. ما هي طبعا موضوع الدواء بشكل عام في مصر بالظبط محتاج حلقات عشان ده ملف مهم جدا جدا بالضبط. وحصل فيه تطور كبير محتاج نتكلم فيه بشكل مستفيض اكتر، وللاسف وقت حلقتنا اوشك على الانتهاء. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جورج عطله، عضو مجلس نقابه الصيادله وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادله العرب، شكرا جزيلا لحضرتك. وهنرجع تانية للدكتور احمد ادريس. دكتور احمد، يعني في النهايه كيف سيسهم اصلاح المنظومه الصحيه في مصر من خلال هذه المبادرات الرئاسيه وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة لتغير المنظور الصحي في مصر وانعكاسات ده على الوضع؟ ومش يعني مش هكون بعيدة لما أقول إنه كمان ينعكس على الوضع الاقتصادي وللفرد نفسه. هو احنا نختلف طبعا على أن الصحة والاقتصاد والإنتاج وجهان لعملة واحدة. نعم. الصحة والإنتاج وجهان لعملة واحدة. طول ما احنا طول ما في الحمد لله إن الإدارة الصحية أو ملف الصحة في تقدم، النهارده بنلاقي ان عجله الانتاج في تقدم. النهارده اهتمامنا بالصحه واهتمامنا بالمواطن المصري، صحه المواطن المصري، اهتمامنا برضو بالبحث العلمي، ودي من الاولويات اللي اولويت لها الحكومه في الفتره القادمه بعد جائحه كورونا. البحث نعم. العلمي والملفات العلميه الموجوده في كليات الطب وكليات الصيدله، ده يخلي مصر فعلا هيخلي المواطن المصري يتقدم وصحيا ويتقدم انتاجيا. هو ده اللي احنا فعلا محتاجينه لمصر الجديده. النهارده باذن الله ان المبادرات الرئاسيه كانت مبادره، كان بدايتها في مبادره 100 مليون صحه، وفي مبادرات السمنه، مبادرات التقزم، مبادرات عديده جدا في مجال الصحه، مبادرات نور حياه والكشف عن النظر وايضا صحه المراه، الكشف المبكر عن الاورام وما الى ذلك، كلها مبادرات صحيه يمكن متخصصة لو أصح التعبير، ولكن بالطبع بعد دراسات إن وجد أن هذه النوعية من الأمراض منتشرة بشكل كبير في المجتمع المصري، فبالتالي تم توجيهها بشكل متخصص للاهتمام بصحة المصري. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد إدريس، عضو منتدى الإصلاح الصحي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. إذا زي ما تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا من كل الضيوف اللي كانوا معايا خلال الحلقة، إن هذه المبادرة بالفعل استطاعت أو نجحت بشكل كبير جدا في القضاء على فيروس سي اللي كان منتشر ومتوغل ما بين المصريين دون علم ليهم. ويمكن من اهم الحاجات اللي لفتت نظري عشان بس نبين قد ايه هذه المبادره مش الموضوع مش سهل تطبيقه، انه الدواء انخفض من 3000 ل 450 جنيه للفرد الواحد، مع عدد الملايين اللي تم الكشف عليهم واكتشف ان هم عندهم فيروس سي. الرقم اكيد مش بسيط اللي تم او الدوله وفرته عشان المواطن يحصل عليه بالمجان، مش بس المواطن ده كمان كل مصر، كل ما هو غير مصري، من هو غير مصري مقيم على ارض مصر. كل التحيه والتقدير لهذه المبادره ولكل المنظومه الصحيه والقائمين على المنظومه الصحيه، وبالطبع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرات. قبل ما اختم مع حضراتكم اسمحوا لي اذكركم بسؤال حلقه الغد من همزه وصل، وهو كيف يسهم مشروع تغطيه وتبطين البنيه التحتيه المائيه لمصر في الحفاظ على المياه؟ موضوع هام جدا، يا ريت حضراتكم تشاركونا فيه بالراي على صفحتنا على الفيسبوك على همزه وصل ايزي. مشاهدينا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن متابعه حلقه اليوم، والى اللقاء.